هدول الاغراض اللي وصيتوني عليهم، وينهم الحريم؟ نايمين. طيب يا ماما، انا كمان بدي اقوم ريح بدني. تصبح على خير. الله يرضى عليك. رحمة الله عليك يا ابني يا ابو يوسف. اشتقت لك يا غالية. وأنا كمان اشتقت لك. بس يعني ما تآخذني يا أبو حاتم، مالك حق تخاطر بحياتك كرمال تجي تشوفنا. لا يا أم حاتم لا، أنا كرمال نظرة من عيوني بفادي بعمري كلياته. تسلم لي عيونك يا ابن عمي. شلون حاتم معي؟ يعني عم يعذبني شوي صغير. معليش تحملي كرمالي. أمي هاتي لي إياه، أمي خليني أشبع منه اشتقت له. الله يخلي لنا إياك ويفرجها عليك وعلى الجميع بجاه سيدنا محمد. آمين يا رب آمين. يا ميت أهلا وسهلا بخالتي أم زكي. لك بهالقامة وبهالعين يا خيرو، قولي لي شلونك؟ أنا الحمد لله. شو خالتي أم زكي، ما عاد طلعتي علينا مثل قبل ولا ما عاد قلنا معزة عندي؟ لك شو بك طولي بالك علي لقلقط نفس، لسه نازلة فيني عم تعاتبيني عم تعاتبيني. لك روقي. إيه العتاب على قد المحبة خالتي أم زكي. الله يرضى عليك إلهي. شو وينها زهرة؟ ما لهو؟ لا أيوه كيف ما لهون؟ ليك جوا عم بتردى حمودة، تعي تعي نقعد هون. إيه يلا تعي. ظلم دمار وجوع حصار.
لك يبعث لهم داء الفالج على هالعملة. لك ليش هيك عم يعملوا فينا؟ شردوا الناس من بيوتها ورملوا النسوان وجوعوا الاولاد. لك الله يصطفل فيهم يا حق. ايه والله يا خالتي ام زكي، هالناس كلياتهم تعبانين ومتضايقين، الله يفرج عليهم بجاه الحبيب المصطفى. خالتي ام زكي، انت مو وعدتيني تشوفي لي الفنجان؟ الله يوفقك. ايه هاتي، يلا بشوف لك يا عمري. لله ايه عليكي يا خيريه، فنجانك حلو، في قدامك فسحه بياض بتاخذ العقل. يعني فرج خيريه ان شاء الله. وينك؟ وفي طير كبير فارد جناحاته، يا سلام، بجنن بجنن. معناتها بدك تسمعي خبر من بعيد خيريه؟ وفي قدامك سمكه كبيره. معناتها رزقه خيريه؟ ولعي ان شاء الله. لسه كل ما شفت شغله بتروحي بتفسري لها اياها؟ ما بقى بدي اشوف انا، خلص ما زالك بتعرفي بالفنجان، خديه شوفيه وريحيني. ايه انا بكمل لك انا قرايه الفنجان، وانت كملي البطاطايات خالتي، هاتي. ايه يا خيريه، عندك مره كبيره هون بالفنجان تشبه حدا، بس مين يا زهره؟ مين؟ ايوه تشبه خالي ام زكي، بس معها عصاية. ان شاء الله العصاية تعلم بجنابك يا حق، ولي على عيونك. الحمد لله اللي ما بتحكي من زمان، لو كنتي بتحكي من زمان كنتي خربتي الدنيا. خلصي بقى. هلا اول شي بدي اقول فادي، انا ما بدي اقول سحر. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هات عنك. الله يجعلك من الصالحين يا رب. لك تاعوا تاعوا انتوا الغوالي، ما بيغلى عليكم الغالي. يابي يا روحو، والله انا اشتقت لكم كثير. شلونك انت؟ الحمد لله. يابي بدي اسالك سؤال. سالي يابي سالي. ما في اخبار عن ابن عمي؟ لا والله يا بنتي ما في ولا خبر، بس والله ما عم اصير. أول ما بيصلني خبر عنه براسي بوصل لك يا. الله يخلينا إياك يا بي، هو يديمك فوق روسنا ستر وغطى إلهي. الله يستر عليكم ويرضى عليكم. يلا أنا رايح على الحرم. ابن عمي. نعم. ما بدي وصيك، دير بالك على حالك وخلي عيونك عشرة عشرة، حاكم العسكر عم يفوتوا على غفلة على الحارة. اطمني بإذن الله ما بيصيبني إلا الخير. الله يحميك. دعوني. الله يحميك يا بي. يا هاتي عمتي، هاتي روحي نايمي. يا مو شريفة لا تخافي، قلبي قايل لي إنه رح يصير خير إن شاء الله. الله يسمع منك يا مو. طمني شو أخبار الشباب؟ شباب بخير الحمد لله. أبو قاسم بعتت كم واحد بيناتهم يوصلوا جثة أبو يوسف مع أبو أحمد على فلسطين، وابنك بيناتهم أبو بشير. الله يردهم بالسلامة. آمين يا رب. ألف رحمة ونور عليك يا أبو يوسف، راح شب مثل عرق الورد. المهم يا جماعة، أنا سمعت إنه مأمون ابن كامل رجع الحارة، صحيح الحكي؟ بلى، ونزل ببيت المرحوم أبو صالح. إيه، وتأكدتوا من هويته؟ شو الحكي أبو حاتي؟ معقولة شاكك بالزلمة؟ إيه، وليش لحتى ما شاك؟ زلمة غريب عم يفوت على حارتنا ولا بنعرفه ولا بيعرفنا، وعم يدعي انه ابن اخوه للزعيم، وما نتأكد من شخصيته. انا معك ابو حاتم بالحكي اللي عم تحكيه، هالزلمة مالي مرتاح له بالمرة، وخاصة مرافق هذا النصاب المحتال ابو هلال. الله يرضى عليك يا ابو مرزوق، لا تحكم على الناس قبل ما تأكدها. روي ابو قاسم، انا هلا رايح لعنده مشان نشوف هويته. مين بيحضروا معي؟ انا بروح معك يا ابو حاتم. بمعيتك لكان شيخي شريف. بالإذن يا رجال. يا رب. السلام عليكم. الله معكم. مع السلامة. السلامة. شو أبو قاسم، أمنت الحارة مشان رجعت أبو حاتم؟ اطمنوا بشير، حطيت كم واحد يراقبوا الباب منيح، لأنه أبو حاتم غالي علينا، ما بدنا نفرط فيه. الله يا حارة، اشتقت لك، اشتقت لكل شي فيكي، أهلك وناسك. امتى الله بده يفرج علينا ونرجع لاهلنا وعيالنا؟ ان شاء الله تفرج عن قريب يا ابو حاتم، ان شاء الله. شلون بده تفرج علينا ونحن محكومين بالاعدام؟ قال عليه الصلاه والسلام: انتظار الفرج بالصبر عباده يا ابو حاتم.
يا رب. أهلين شيخ عبد العليم. صباح الخير أبو هلال. صباح الخيرات. السيد مامون جوا ما هيك؟ إيه جوا، تفضلوا. تفضل أبو حاتم. خير. بسم الله. يلا يلا. يلا دستور. يا أهلين وسهلين بشيخي، أهلين وسهلين بالشيخ عبد العليم، أهلين يا أخ. أهلين. تفضلوا تفضلوا، أهلين وسهلين فيكم. أهلين وسهلين فيك يا سيد مأمون. أحب أعرفك على أخونا وحبيبنا أبو حاتم. قصدك السيد بهجت. أهلين وسهلين يا أبو حاتم. من مهلي. حلة البركة. طمني شلون دخلت على الحارة؟ دبرت حالي. إيه أهل الحارة ما بنخاف عليهم، ما بنخاف عليهم بالمرة. يا أبو هلال. مر مأمون بيك. عملنا دولة قهوة على كيفك، اسطنبولية. عراسي. يا أهلين وسهلين. فيك أكتر، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا أبو حاتم، ما بتصدق قديش فرحان بشوفتك. وأنا كمان. الله يخلي لي إياك. ما قلت لي يا أبو حاتم، شو أخبار الشباب اللي هربوا معك من الحارة؟ ناح، بس عدم المؤاخذة منا، منو أنت؟ أنا مين؟ بسلامة نظرك يا أبو حاتم. أنا مأمون ابن كامل. ولا نسيت إنه الزعيم أبو صالح كان له أخ اسمه كامل، سافر من 45 سنة وأخذ ابنه معه. لا لا، مالي نسيان، وكل اللي مجايليني بيتذكروا هاي الحادثة. بس عدم المؤاخذة من حضرتك، عم تدعي إنك أنت مأمون ابن كامل، أخوه لأبو صالح زعيم الحارة، وبدك يانا نصدقك بدون ما نتأكد من هويتك، وبدك يانا نتذكر شكلك من 45 سنة، شلون؟ بهي معك حق. عن إذنكم تكي. شريف. وهلا صدقت يا ابو حاتم، ولا احلف لك يمين معظم اني مأمون؟ لا تؤاخذنا اخ مأمون، بس الواجب انه البني ادم ياخذ استحياطاته، خاصه انت بتعرف وضع الحاره هلا. يا سيد مأمون لا تزعل منه، ابو حاتم سالك من باب الحيطه والحذر. بعرف يا شيخي، وهلا كبر بعيني كثير لانه بخاف على حارته ولاد حارته. يا أهلين وسهلين يا أبو حاتم. بلو هلي. ها هيك دائما تطل علينا يا شيخ عبد العليم. طيب شيخ. يسلموا ليك يا أمي. مع المين؟ حط عندك هنيك وروح شوف شغلك. أمرك. عدم المؤاخذة سيد مأمون، هذا أبو هلال زلمتك سمعته عاطلي ومو أصلي. ومين قال لك هالحكي؟ جماعة شافوه من عنا من حارة الضبع وقالوا لي إنه محتال عليهم بزمانه وأخذ منهم خاوة. مظبوط هالحكي يا سيد مأمون؟ مظبوط يا شيخي مظبوط، سمعته العاطلة سابته كثير. يا سيد مأمون، الصاحب وساحب، فليش تتشغل معك هيك ناس؟ الحقيقة يا شيخي التقيت فيه بالوتيل اللي كنت نازل فيه وحاول ينصب علي بس ما طلع له معي. بعدين عرضت عليه ليشتغل معي بالحلال لحتى يتوب توبة نصوحة. معلومك يا سيدنا الشيخ، هدول أكثر الناس بحاجة للتوبة والهداية، وأنا قلبي طيب بحب ساعد الناس ولو على حسابي. قلت لحالي بنكسب ثواب من رب العالمين.
الله يبارك فيك ويقويك ويجعل ثوابك الجنة بإذن الله. آمين. نحن بنعمل بأصلنا يا شيخ عبد العليم. ولا شو يا أبو حاتم؟ لك وينك يا شطاطة دايرة من عند على بكرة الصبح؟ فقت وما لقيتي؟ لك رحت عملت صبحية عند بنات أبو خاطر، بدي أسأل على خاطر تحسن ما تحسن يا حصرتي. فيك الخير، طمنيني شلون صار؟ إن شاء الله أحسن. اضرب والله الشب ما بيستاهل. اي والله ما بيستاهل، حتى ابو خاطر ما بيستاهل الا كل خير، لكن اللي صار معه بيهد جبال مو رجال، الله يعين كل مؤمن على ما ابتلاه يا حق. يا رب العالمين. مرحبا خالي ام زكي. اهلين حبيبه قلبي، شلونك؟ شلون الصغيره؟ منيحه ماشي الحال. شبك ضاربه بوز شبرين؟ ما فيني شيء، بس سعاد كل ما انا عم تعذبني وعم تضعف، والعسل اللي جبتي لها ما حبته. يبليني بحم على النسوه، لك شلون سي؟ فضايل قل هو الله احد. يوه شبكي ام زكي، شو اللي نسيتي؟ كانت زهره عم تردع ابنها، سالتها اذا بتردع سعاد، قالت لي تكرمي خالتي ام زكي، امتى ما بدها خليها تجيبها لطفيه؟ امتى ما بدها؟ اي بعت لك الهنا يا ام زكي، هلا لنطقتي هالجوهره وانت بتعرفي انه قلبنا ناطف على ما نلاقي وحده ترضع هالبنت المسكينه اللي ما عم تشبع. امشي يا مو، خلينا نلبس الملايا ونروح لعندها. يلا يلا بالله، وتخلوني لحالي بالبيت؟ امشي معنا. لا مالي راح معكم، راح اروح شق على فوزيه. يلا ها. ليش خالتي ام جوزيف؟ لاني شايفتك عم تقوم وتقعد وتمشي مثل ما بدك، يعني ما بقى في لزوم تبقى عندي بالبيت. طيب وين بدي اروح؟ وين ما بدك، انا ما بقى فيني اتحمل اكثر من هيك. ماشي خالتي، انا راح اروح ضب اغراضي. كتر خيرك على كل شيء عملتي معي. كرامتنا غالية كتير علينا يا سيد مأمون، وما منقبل حدا يدسنا على طرف، واللي صار بيننا وبين الفرنساوية كرمال الشغلة. طيب أنا اليوم بعمل مشاوراتي وبشوف شلون ممكن نحل الموضوع. صعبة صعبة كتير، شغلتنا ما لها حل. لا تخنطوا من رحمة الله يا أبو حاتم، ما في شيء ما له حل. طيب أنتوا ليش ما بتسلموا العناصر والضباط اللي آسرينهم وبنحل الموضوع؟ شلون بدو ينحلوا محكومين بالإعدام؟ يا الله يصلحكم، ما كان لازم توصل لهالمواسيل. سيدي اللي صار صار، وهي إرادة رب العالمين. ونعم بالله. الأيام اللي قضيتها عندك ما رح انساها بحياتي. انتي طيبة كتير وحنونة، وأنا بعرف ليش ما بدك يعني بقى عندك، لأنك خايفة علي. خاطرك يا عم. شرف يا شيخي اني ساعد بكل صغيره وكبيره، وان شاء الله هيك الله بيبوشي عنكم. ايه والله يا سيد مأمون، حاكم نص اهل الحارم شرادين براتها، تاركين اهلهم واولادهم وهي مو عيش ابنه. بصير خير بصير خير. مطول بالحارم حاتم؟ ان شاء الله اليوم نتيسر لعند الشباب. ايه سلم لي عليهم واحد واحد، واذا بدهم شيء ترى رقبتي سداده. ها ما بتقصير. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. ميسره يا شيخي، الله معكم. شو رأيك بالسيد مأمون يا أبو حاتم؟
ماشي حاله. ما انتو حابب يخدم اهل الحاره؟ الله يصلحك يا ابو حاتم، ما كان في داعي تشكك بالرجال لهالدرجه. لا شيخي لا، احنا مولاد صغار لحتى ينضحك علينا. بعدين وين المشكله اذا تاكدنا من اصله وفصله ومنين هو؟ وين المشكله؟ وهي شهادة حسن سلوك صار جاهزة. أمور مختار. اللي بيطلع من خاطرك. أمرك مختار. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. الله يعطيك العافية يا مختار. خطير. شلونك يا ابني؟ والله الحمد لله يا مختار. شو اللي جابك لهون؟ والله الفضل الله يا مختار، صحتي صارت منيحة. إيه الحمد لله. عود يا ابني عود. شايفك مالك على بعضك. ما في شيء يا مختار، ما في شيء. تخانقت شيء انت وام جوزيف؟ اعوذ بالله يا مختار، شو هالحكي؟ ام جوزيف ما في مثلها، جواتها قلب ام كبير بيوزع حنيه على كل الشام. طالما هيك ليش لتترك بيتها بدون ما تخبرنا؟ ما في شيء والله يا مختار، كل القصه اني تعافيت من فضل الله وصرت منيح. هلا بتقدر ترجع لبيتك؟ عن حقها فيني ارجع البيت مختار؟ عافية مختار. أهلين أبو فارس. ميخ وطيب، بدك حمد على السلامة. الله يسلمك أبو فارس. كيفك طمني؟ والله الحمد لله من الله بخير. يا البركة، رجعت أحسن من قبل، الحمد لله. الحمد لله. أبو فارس. برني مختار. خاطر ناوي يرجع على البيت. يرجع يا مختار، هي عندي. لك هذا خاطر ما حي الله، غالي والطلب رخيص. يا سلام. يسلموا ايديك يا مو، من زمان ما اكلنا هيك اكل. ان شاء الله صحتين وهنا تقبرني. يسلموا ايديك انت ابن عمي، يعني لو ما جبت لنا لحمه ما كنا طبخنا الطبخه. ايوه. شلون سعاد الصغيره؟ تقبر قلبي نايمه، وكتر خيرها زهره، رضعت سعاد لحتى شبعت وقالت لي كل ما جاعت جيبي لي اياها. الله يجزيها الخير. يا مو بدكم تنتبهوا، ها؟ سعاد ومحمد هلا صاروا اخوه، لازم الكل يعرفوا هالحكي، لانه بالمستقبل ما عاد يجوزوا لبعض. مظبوط. يا مو انا ما بحب الفاصولية. لك انا قوم خلصني، بس نخلص اكل بعمل لك عروسة زعتر. شبكي بوران، طولي بالك على الولد. تيتا انا بس بدي رز، ما بدي فاصولية. ايه لك انا كل الرزات اللي على جنب، يلا خلصني. يا الله. درتي شو ما حطيتي مملحة؟ ايه قومي جيبيها من المطبخ، انا ما بحب الملح. بالله شو ايماني قايمة، ليس طفلي. يا مو ليش ما عم تاكلي؟ تذكرت اخوك معتز، يقبرني كتير بحب الفاصوليه والرز. كلي يا مو كلي، اخي معتز بيدبر حاله، لا تخافي عليه. هاتي رز كبير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لك اخي خير ان شاء الله، الكم كم يوم ما عم تفتحوا الدكانه؟ ما في شيء، انا هيك كنت متوعك شوي وابو الحكم سبته مات هيك. لا 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 بقي بحياتك يا ابو الحكم. ايه وحياتك الباقي، شو بنسوي؟ بدنا على الطريق. لك اخي ليش ما حكيت؟ كنا عم نبني واجب ورحنا على زينات بالبيت. يلي مثلكم ما بيأثر عقيد. كم وحده صاروا ابو الحكم؟ 12 وحده عقيد. لك هالحط بايدك وعملنا بالراس هاي اكرك عجام. يا خلاص يا شرف قصاد وشرف. شرف عيوني. وهي قاعده. اهلين وسهلين. يا اخي ما تبارك لي. وانا شو بدي بارك لك؟ ما تكون جذبتها وتزوجت. لا ما اتجوزت، ما اشتريت بيت هون بالحاره. ها وبيت مين طلع بلا زغراء؟ بيت ابو دراع. دراع؟ ليش ما خبرتني قبل ما تشتري؟ ليش انت عم تفتح لحتى خبره؟ خير شو في عقيد؟ ما في شيء، ما في شيء. كتر خيره هالنمس، هو اللي باعني البيت. ها؟ قلت لي النمس لك. شبك عقيد؟ لا تكون متضايق مني وما بدك ياني اسكن بحارتكم. أعوذ بالله، الحارة حارتك. والمطرح مطرحك هون، إمتى ما حضرت بيحضر واجبك. بس اللي مضايقني وقارقني إنه كل هالشيء صار بغيابي. لا حدا خبرني ولا حدا أخذ بشوري. صدقني ومن غير حلفان. مرينا عليك انا والنمس اكثر من مره وما لقيناك. وينك ابو ساطور؟ بدنا حلوان البيت. ها لعيونك ابو الحكم،
هلا منجيب نصف بقلاوة ومنوزعه على الطيبين. فارس شو الاخبار؟ الامور تمام والطريق سالك والباب مفتوح. لا تخاطر، خلينا نحمل دربطرينا ونروح على الحارة وهم هديون الامور. شرف انا برجع لك. خلاصي خلاصي. شو صار بزورات حدو؟ يلا جايك هوا. ها جدو لل 11 بتمر بحاره الضبع. عرفتها كويس كثير. هلا بتدخل فهني وبس تطلع لا تنسى تسكر الفتحه. يلا قول يا رب. يلا بخاطر محمد فارس. اطلعك يا رب. أهلين بالنمس. بالمهلي. أهلين بالأبضاي. مرات لعندك أكثر مرة وما لقيتك، كأنك نسيان إنه بيناتنا حساب. هلا أنا بدي أنسى إنه في بيناتنا حساب للنمس. كاسة شاي يا بياسر. ما بدي شاي، أعطيني مصرياتي وخليني أمشي. رح شو بنا لك نمس؟ شو بدي أكلون عليك يعني؟ شو صار بالجثة؟ طمع، دفنتها بسابع أرض، يعني كفيت شغلي على الأصول. فكفي لي شغلك بالأصول. اخ 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 عال عال كتير حلو هالحكي. تعود بجنبي. تعا عود. شوف ابو دراع، ناولني حقي المية خشعشي ورقة على دوز بارا وخليني امشي. لك شو بنا لك نمس؟ خلص عم بقول لك مصاريك بالحفظ بالصوب، بس اليوم ما جبتهم معي، تركتهم بالبيت. خلص مروا لعندي بكره. بالله وليش تركتهم بالبيت بلا صغرة؟ لك شو جنيت لك نمس؟ يعني انا بدي احمل كل هالمصاري معي بجيبتي وجيبهن لهون؟ اخي انا ما بعرف، بتروح هلا معي على البيت بعطيني مصرياتي على التمام والكمال وانسى كل شيء بيناتنا. شي؟ لك والله مالك بالعاده تعمل هيك حركات لك نمس. احمل حالك هلا وروح على بيتكم، وانا بعد المغرب بجيب لك المصاري وبعطيك اياهم من هالعين قبل هالعين. كلام رجال ابو دراع. لا هي ما عجبتني منك بنوبها. احنا ما بنحكي غير كلام رجال عمي، كلام حريم ما عنا. ماشي انا عم استناك المساء ابو دراع. خاطرك يا وضاي. ميسرة يا بي. الله معه. بلا شاي يا بياسير. والله غريبة رجعت ابن عمي، يعني واحد كل عمره عايش بهديك البلاد، شو اللي بخليه يفكر ويرجع هلا؟ لا وشو؟ شخصية ومهيو وقيمة وريمة وفارض احترامه على كل أهل الحارة. الله يرحمك يا عمي أبو صالح، والله ذكرني فيك. شلونك ابو خاطر؟ خاطر؟ الله يسلمك. الله يسلمك يا ابي. الله يسلمك. والله ماني مصدق عيوني انك واقف على رجليك قدامي. يا ابي انا اللي ماني مصدق انك عم تمشي. يا حبيبي يا سيدي. يا زهرة اخوك رجع. اخوك رجع. اخي خاطر. اجا خاطر. شو امزكي؟ طمنيني. على شو بدي طبنك؟
دلال منيحة كتير وحبلة ماشي مثل اللي ردها. والمغص اللي عم بيقطع مصارينا من شو؟ يا حبيبتي هذا المغص من حمام مبارح، شلون بتتركيها تتحمم بالمي باردة؟ يو ليش انت تغسلي؟ مبارح بالليل الظهر كنتي نايمة. الله يصلحك يا دلال، لك هي عملة بتعمليها؟ وينك؟ بدي منك انه تريحي لي اياها كم يوم. يلا انا رايحة، بدك شي؟ خليكي تغدي عنا. لا لا ما بحسن، وعدي في ريال بدي اتغدى انا وياها. يلا خاطري. مع السلامة تقبريو. مهونة. الله يحفظك. قربي. علي الطلاق كذاب. اهلين وسهلين ابو محمود، بس لا تقول لي جاي تتغسل، ترى الحمام مو شغالها. لك ما بدي اتغسل، جاي اسالك عن هذا الغريب اللي بحارتنا. ليش ما بتعرفه؟ قالوا لي انه بابون ابن كامل الضبع اخوه لابو صالح. مزبوط. عم تقول مزبوط. شو بك ابو محمود؟ ليش عم تضحك؟ مأمون ابن كامل الضبع مات بالجدري. الحمد لله على السلامة يا خاطر. أهلين أختي. إي والله والله مالي مصدق عيوني. يا بي الله وكيلك مالي عاطي فرحتي لحدا. الحمد لله. رب العالمين طلع فيي واستجاب لدعواتي. كان صعب علي كثير إني أخسرك يا ابني. الحمد لله على كل شيء يا بي، الحمد لله. أهلا وسهلا بأحلى خاطر بالدنيا كلها. اي والله والله عندي رجعتك بتسوى الدنيا وما فيها. اهلين اختي. يا ابي انا نادره اني ادر على امك خاطر بالسلامه ولازم اوفي. اذا بتقدري توفي لا تقصري يا بنتي. وشو هو ندرك اختي؟ اني امشي من هون للجامع روح ارجع حافيه. ولا يهمك اختي، بالليل باخذك توفي بندرك وهنيك بنقرا الفات على روح امك وبنرجع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. العمى بعيونك يا نمس على العملة، يخرب بيتك من حالك، عم تورط الزلمة بتضحك على عقلاته. لك بركي النمس ما بيعرف انه ابو دراع قاتل حرمته ودفنه بأرض دياره. أعوذ بالله، النمس ما بتمر عليه كتفنج بنوب. أخ على ما ألمحك، أخ على كل حال ما بقى اللي بين. الأكل من مأمون بيك لأهل حارته. وصاني بلغك شيخ عبد العليم إنك تشرف أنت وأبو قاسم على توزيعهم لأهل الحارة بيت بيت. كتر خيره مأمون بيك. سيد مأمون رجال قدع وبيكون خال حرمتي. الله يديمه لأهل الحارة. وبحب طمنكم إنه لسه في طمرين وراي على الطريق، ومأمون بيك مو طالب شيء من هالناس الطيبين إلا إنه يقروا الفاتحة على روح أبوه وعمه الزعيم أبو صالح. فاتحة يا رجال. اسمعوا يا رجال، نحن رح نوزع الاغراض بالتساوي بين الاهالي، هدول مساعده من سيد مأمون للكل. طمنوا يا رجال، باذن الله الكل رح ياخذ مساعدات. لشو المساعدات هدول ابو مدوح؟ مأمون بيك حب يساعد اهل الحاره. شو ابو هلال؟ قلت له لمعلمك شو بتشتغل قبل ما شغلك عنده ولا ما قلت له؟ خلص ابو مرزوق، سيد مأمون بيعرف كل شيء. معناتها قال له يرجع لي المصاري اللي اخذهم مني بسوء الحال. ابو مرزوق انا رح اقول له يعوضك عن كل شيء. وقديش بدك مني ابو مرزوق؟ 5 ورقات و35 قرش وبرغوتين. لك البرغوتين ما خلالي هون. وين 6 ورقات؟ كرمال الله ما تواخذنا، كانت ايام ولدني وطيش.
ولا على ايدين البيك تبنى. الله يتوب علينا كلياتنا. يلا يا شباب عجلوا. كان في يا رجال يعني ضروري تفضح الزلمه قدام الخلق. حقي يا ابو ممدوح، اللي بيسكت عن حقه شيطان اخرس. شي لك الله يهنيكي بعمرك يا زهره، قديش عم تدعي لك لطفيه لانك رضعتي لبنت سعاد. يو خالتي امسكي. اي والله والله ما بحسبها لسعاد غير مثل ابني محمد واكثر. زهره حبيبتي بدك تكتري باكل العدس لانه هذا بيدر الحليب، وبدك تاكلي فواكه كثير مشان يقوى بدنك. لك شو عم تعملي لخيريه؟ لك خيريه شو عم تعملي؟ لك ايش بكي اختي، عم شربه شويه شراب الورد خليه بالقلب شوي. إيه هو قال لك انه بده يشرب؟ لا هو ما قال لي، بس بلكي طاشش قلبه. يبليك بحمى يا خيريه رح تروحي الولد هلا بيمغص. لك زهره احكي لك شي كلمه، ولا هذا مو ابنك اللي بحضناه؟ بس بقى خيريه مزبوط مثل ما عم تحكي خالتك امزكي، هاتي الولد لشوف. خدي اختي خدي. بسم الله. وانا اشتقت لكم اكثر، ان شاء الله ما بنحرم من هالجمعه يا رب. شلونك يا ابي حميده؟ الحمد لله يا ابي. الحمد لله يا ابي. صحيح مرقت على ابتكار ونوال؟ ايه مرقت عليهم هيك خطف وطمنت عليهم، كثير مشتاقين لكم. شلون الحكيم حمزة مبسوط؟ الحمد لله يا ابي كثير منيح، حنون وبيدير باله علي وقال بده يعني يساعده بالعيادة. ايه شو علي يا ابي؟ حمزة صار جوزك ومسؤولة منه هلا، واجب عليك تسمعي كلمته، مو هيك شريفة؟ معك حق يا ابي، الله يخلي لنا اياك ويطولنا بعمرك. الله يخلي لي اياكم انتو، في احلى من هالجمعة هاي، ان شاء الله ما بنحرم منكم. الله يرحم جدكم، كان يقول ما في أحلى من قعدة الرجال بين أولاده. الله يفرجها عليك يا ابن عمي حتى ترجع لنا بقى، بكفي شنطة وفرقة. الله يبعد عنا الفرقة، شو هالحكي هاد؟ مين عم يدق الباب؟ فوتوا يا أولاد لجوا، فوتوا. أنا رح بفتح. لا ابن عمي خليك أنت، أنا بشوف مين، بركي كانوا العسكر جايين ياخدوك. لك شو هالحكي هاد؟ العسكر بدقوا الباب، العسكر بنطوا من فوق الأساطير. جوي ويلك ما شاء الله ما شاء الله، لك الله يسلم هالإيدين يا ابن عمي، من وين جبت كل هالغراب؟ مامون بيك فوت على الحارة 4 طنابير تليانين، شي فواكه شي خضرة من كل صنف ولون، وجاية بلحمة دابح يمكن شي 10 خواريب. وليش لحتى مأمون بيك يعمل كل هالمنايح مع أهل الحارة؟ هدول الأغراض وسعادة عم يوزعهم مأمون بيك على كل بيت بالحارة. رح يجيب مأمون بيك رجلها زنقيل وإيده طايلة، لكان شو خلوه فوت كل هالأغراض على الحارة؟ هيك لكان. اسمع ابن عمي، مثل ما بقول لك بتسعوي وبتحط كلامي على بأدني، بتضل لزقان فيه لهذا مأمون بيك، وين ما شفته بترمي عليه التحية والسلام، بركي بطولك شي منه. اي والله جبت ليها يا فوزية، بيقول لك المثل جاور السعيد بتصعد. الله يسمع منك إلهي. ابن عمي زكاة إيديك، يا ريت تاخذ هالغراض على المطبخ، منه بتحط لنا جات فواكه ومنه بخلنا شي طبخة هيك من تحدياتك. يلا الله يرضى عليك بسرعة، حاكم كتير جوعان صار لي زمان ما أكلت. مو على راسي، تكرم عينك يا عم بدر. شو هاد؟ هدول مساعدة من السيد مأمون لكل أهل الحارة عمي. تركي ميدك يا بي، والله جعبانة تفاح. لسه ما خلق اللي بده يتحنن على بيت أبو حاتم. روق عمي، هي أغراض لكل أهل الحارة. خدهم من خلقتي، خدهم وزعهم على الفقرة بالحارة. شو علي يا أبو حاتم، والله ما فيها شي، بعدين الأولاد إلهم زمان ما داقوا الخضرة ولا الفاكهة ولا على قلبي. يا عمي ما صفي بيت بالحارة إلا وتوزع له خضرة ولحمة وفواكه، بقى لنا بسعرهم. أنا قلت لا يعني لا. وكل الله ابن عمي، هي الضيقة على الكل، وإن شاء الله بتنحل عن قريب بجاه سيدنا محمد. عمي بعرف إنها صعبة كتير عليك، بس السيد مأمون عم يريح أهل حارته من بعد الشي اللي صار فيهم، بعدين أنت بتقول الناس لبعضها. بسم الله الرحمن الرحيم، شبك مهموم ابن عمي؟ هاي الأحوال انفرجت والحمد لله، وأبو مرزوق فتح دكانته، وإن شاء الله يا رب بترجع الحارة مثل ما كانت وأحسن. ومين وقال لك إنه أبو مرزوق فتح دكانته؟ يو
لكان منين جبت كل هالغراض؟ شوفي عقيد، شوفي 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 بلا فاصي. ليش عم تضرب؟ انت شو عم تضرب؟ ليش عم تضرب؟ شو بلا عقيد؟ ليش عم تسكر الدكانة؟ خلا بيشوفونا الناس وبيفهمونا غلط. اسمعوا يا رز، يا اما بتقولي الحقيقة يا اما بخلي ذنبك حبيبك. عقيد شو عقيد؟ شو بطل بيت العساطور؟ قالوا بيت لقفيت ابو زرعولة عقيد. هو اللي قال لي قال له يا ايوه وما حكى لك ابو دراشي عن حرمته؟ شو يعني؟ لك ما انا مش عارف كنت بجابه لا ما بعرف عقيد ما بعرف هو حكى لي كل شيء وعشان يعطيني نص حق البيت يخرب بيتك على نصيبي وما قال لك انه جثه حرمته مدفونه بعد دياره يا عقيد واللي شيء بعد محلها بس انا قلت له اني طلعت مرات الحاره ايه فهمني انا تعاملين قلت راسه مع بعضكم ما عندك مصاري لا عقيد مش بده يمر عندي المساء على البيت عشان يعطيني اياهم صدقتوا لك قبلي ابو ذراع نقله ما راح يعطيك شو هالحكي اي والله 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 بعد ما عافيته لك لا تحلف بالله لا تحلف بالله لك انت فكرت اذا ابو ساطور عرف انك ضحكت علي انت ابو ذراع شو راح يعمل فيكم ها لك هذا على جوزتين بخريف لك بزمانه ضرب واحد بخنجر وشار مع ورقه اي والله ايدي بسنارك حكي داخل على الله وعليك سايدي حل هالمصيبه لك المصيبه انت حطيت حالك فيها لك يا بغني اجى ابو دران عندي وحكى لي عن قصه صارت بينه وبين حرمته وعد بده يقنعني انه مظلوم وبريء والشغله صارت غصب عنه يعني هلا هو قاتل حرمته وهربان يعني في جريمه بليت حالك فيها يا حمار يستر على حريماتك داخل على الله وعليك سايدي حل هالمصيبه حكي ويلي بده يتحدى هاي الحارة من عدة في مين بيحمي الدار بالحق يصون حدة